السلام عليكم ومرحبا بكم شيوه جديده من شيوات ام انس. اليوم جيت وجبت لكم هذه الوصفه الرائعه وهي وصفه الصلصه الحمراء او صوص طوماط اللي كنعملو يعني طماطم مركزه اللي كنحتاجوها بزاف بزاف في الاكل ديالنا خاصه لي بات وخاصه في السوبات والحريره. كيف ما كتعرفوا نتوما رمضان راه مبقى والو قريبا ان شاء الله غيجي رمضان فكنتمنى لكم عواش المروكه. فهاد الصلصه هي بمقادير صراحه جديده وحصريه كتخلي الطماطم المركزه ديالنا لمده طويله يعني بالامكان ديالنا نحتفظوا بها كذلك حتى لمده عام او اكثر. وريت لكم ان شاء الله في الوسط ديال الفيديو كيفاش غادي تعملوا تحتفظوا بها في المجمد وكيفاش غتقدروا تحتفظوا بها بدون ما تغمل لكم بدون ما تعمل لكم الريحه ديال الحموضه في هذا كذلك في الثلاجه العاديه. فغادي نقول لكم ان شاء الله القوام ديالها. فانا عملت هنايا كيف ما كتشوفوا هادو هما ديال الزجاج قنينه ديال الزجاج وهذه هي ديال البلاستيك. واش نقول لكم القوام ديالها يعني بحال اللي مشريه من برا. شوفوا القوام ديالها. المهم اعزائي الكرام اللي بغات تعرف الطريقه ديال هاد الطماطم المركزه ما عليها الا تتبع الفيديو حتى النهايه لانني عملت فيه شد يعني المواد اللي كتخلينا كتحتفظ لينا او كتحافظ لينا على الصلصه ديالنا لمده طويله. كيكون الدور ديالها بحال مواد حافظه بالرغم انها ليست مواد حافظه يعني مواد حافظه طبيعيه 100%. خليكم ان شاء الله تنهي هذه الفيديو تبعوه من الاول لاخر. الناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره فما ينساوش يخليو اشتراك القناه كذلك الضغط على لايك الى لقيتوا الفيديو كيستاهل لايك باش تشجعوني نبقى نجيب لكم دائما المزيد وتستمر طبعا القناه. كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد القناه. وما بقى لي اخوتي الا نقول لكم خليكم ان شاء الله مع الفيديو مقادير وكنتمنى لكم فرجه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله لهاد الطماطم المصبره اللي كنكونوا معودين او متعودين اننا نشروها من برا كتكون مليئه بمواد حافظه مواد مسرطنه ورغم ذلك نكونوا مضطرين اننا نستعملوها في الحريره وفي المطبخ ديالنا. لذلك اليوم غادي نجي ونجيب لكم واحد الطريقه اللي جديده وحصريه طبعا على اليوتيوب. كتكون طبعا فيها مواد حافظه طبيعيه من دون مواد سماء ومواد كيماويه فخليكم معايا ان شاء الله باش نتعرفوا على المقادير. بالنسبه لي انا غادي نعمل 2 كيلو ديال الطماطم اللي كنكون سبق لي غسلتها كيف ما كتشوفوا معايا يعني طماطم مغسوله كيف ما كتشوفوا قطرات الماء. فانا باقي غادي نحيد غنقي لهاد العواد اللي فيها كلهم. بالنسبه لحد الان اليوتيوبرز او الطباخات المغربيات او الغير مغربيات كيستعملوا دائما حبه بطاطس كيرميوها في مع الطماطم كتلعب لينا دور كتجمع لنا يعني الماسة كتجمع لنا يعني كتلعب لينا دور النشا. لكن انا ما غنستعملش حبه بطاطس غنستعمل حبه شمندر اي البربه. بالنسبه لي انا خديتها هكذا اللي كتكون طايبه نص طايبه او كتكون مهم طايبه وبهذا الشكل ها هو غادي نستعمل حبه فقط. نتوما الا كانت عندكم طريه فاستعملوها طريه انا ما متواجداش عندي طريه وما لقيتهاش يعني الطريق بعيده عندي للمغاربه. فصافي بالنسبه لهاد الباربه ها هي او هاد الشمندر هاد الحبه كتعطينا واحد اللون رائع للصلصه ديالنا. و المهم يعني عوض البطاطس غادي نستعملوا ملعقه كبيره من النشا. بالنسبه للنشا فباقي غادي نخلطوا مع القليل جدا من الماء. فصافي يعني انا غادي نستعمل النشا فالنشا ما كيغير ليناش نهائيا الطعم ديالها. بالنسبه للكوم الا كان عندكم اسيد سيتريك شنو هو اسيد سيتريك هو ملح الليمون فكيتباع كذلك هنا في المانيا عند غيفر. غادي تستعملوا منها ملعقه صغيره كتلعب لينا واحد الدور كماده حافظه طبيعيه باش كتخلينا الصلصه ديالنا كتحافظ لينا على الصلصه ما كتحماتش معنا ما كتغملش معنا وكتدوم لينا لمده طويله في الثلاجه. طبعا الا استعملتوا كميه كبيره اكثر من 2 كيلو فكتحتفظوا بها في المجمد وكتبقى لكم على طول السنه او طول العام كتبقاو تجبدوا منها شويه بشويه. ومن الاحسن ما تعملوهاش هيدا في كيسان كبارين جيبوا واحد يعني واحد القالب سيليكوني اللي يكون هيدا فيه قطع وباش كتبقاو تجبدوا من المجمد قطعه بقطعه كتجيكم اسهل. فصافي بالنسبه لي انا 2 كيلو غنخليها في الثلاجه فقط. حاجه ضروريه باش تعطل معكم وما تخسر لكمش الملعقه اللي غادي تستعملوا مثلا في العلبه الزجاجيه اللي كتبقاو تعملوها في الاكل ما تكونش مسخه بالاكل
او بالزيت او حاجه بشي حاجه، يعني ملعقه ضروري ولازم جدا تكون ملعقه ناشفه، يعني يابسه ما فيها حتى حاجه باش كدم لكم الصلصه. هذه حاجه ضروريه. بالنسبه للسيت سيتريك كيف ما سبق لي قلت لكم ما عنديش متوفر، لذلك غادي نستعمل نصف حبه ليمونه ما يعادل ملعقه كبيره مملوءه من عصير الليمون. اللي عندها لاسيد سيتريك فتستعمل ملعقه صغيره كيف ما سبق لي قلت لكم، كي يلعب لينا الدور ديال ماده الحافظه باش كتبقى لينا كتعطل لينا وكدوم لينا مده طويله. عندي هنايا ملعقتين سكر، فتبعوا الفيديو عافاكم حتى النهايه، لان السكر ما غنضيفوش فقط هكذا فوق هذا. المهم عندي واحد الطريقه فكيعطيها لون، كيعطيها واحد اللون مزيون يعني بحالو بحال البارب، وكذلك عطينا واحد المذاق اللي كيكون مذاق ديال اللسعه، اللي كتكون في واحد المذاق اللي كيكون غريب ملي كتقيسوا ملي كتذوقوا ديك الصلصه في اللسان ديالكم، كيعطيكم بحال واحد اللسعه. فهاد المذاق عطيه هنا السكر، غنقول لكم ان شاء الله الطريقه ديالو. وفي النهايه كاع غادي نستعملوا هذه الاضافه، اللي بغى يعملها يعملها، اللي بغى يستغنى عليها يستغنى عليها. عندكم تستعملوا الثوم الطازج، فالثوم الطازج ممنوع لكم تستعملوه في هذه الوصفه، فقط الا كان عندكم ثوم بودره كذلك كي حافظنا كيلعب لينا كدور. عندي في طنجره كيف ما سبق لي قلت لكم انا حبات الطماطم مغسوله، ضروري جدا ما كتحيدوا، لا هذه هي. فبالنسبه لكم اختاروا من الاحسن طماطم تكون اللون ديالها لون احمر، لانه كيعطينا واحد اللون للصلصه كيكون لون رائع جدا. فكيف ما كتلاحظوا معايا، فكيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما ساليت الكميه كلها ديال الطماطم اللي عندي بهذا الشكل، ها هو كيف ما كتشوفوا معايا. فدابا غادي نجيب كيف ما سبق لي وقلت لكم ربع كاس من الماء فقط، وغادي نجيب حبه من الشمندر اللي كان سبق لي وقلت لكم كتبه كبيره كما كتشوفوا، كتطلق في اليدين الحموريه في الماء ديالها، ما غنرميهش لانه كيكون فيه فائده، وكذلك يعطينا كملون ملون غذائي طبيعي كيعطينا لون رائع للصلصه. غادي نحاول نقطع بهذا الشكل ها هو باش تطلق لي لون في الطماطم او في الطماطم ديالي. صافي طابت ولات هرات لي جيدا، شوفوا معايا كيف ولات. غادي ندوز نطحنها بالطحانه الكهربائيه او الطحانه اليدويه، وغندوز نصفيها جيدا الا كان فيها شي زريعه ولا شي قشور باش ما باش كتولي باش كنحصلوا على صلصه بحال الصلصه المصبره ديال الزنقه يعني ديال برا اللي كنشريو. كتشوفوا معايا اعزائي الكرام الصلصه ديالي هي هذه، غادي نجيب انا المطحنه او الطحانه اليدويه وغادي نطحن الكل جيد. جبت مصفات، ضروري جدا ما تصفيو الخليط ديالكم. هنا عندي واحد البول من تحت، غادي نبداو على بركه الله. شوفوا اللون ديال الصلصه ديالنا ما شاء الله لون رائع. حاولوا تحكوه جيدا هكذا، فشوفوا كميه الصلصه اللي استخرجت، وهذا ها هو كيف ما كتلاحظوا معايا فقط القشور والزريعه ديال الطماطم. هذا الشيء صافي. من بعد ما صفيت الصلصه ديالي بهذا الشكل ها هو، غادي نرجعها غادي تتغلي جيدا. شوفوا القوام ديالها كيولي القوام ديالها رطب، يعني كتولي ملساء ما فيها لا حبيبات يعني لا زريعه ديال الطماطم لا قشور طماطم، وهيدا هي اللي خصها تكون، يعني الطماطم مصبره او حنا كنقولوا الطماطيشات حك، هيدا خصها تكون. فغادي نخليها تتشرب الماء لانه باقي عندي فيها. فقبل ما ننسى، دابا فهاد المرحله مي كنصفيوها وكتبدا تغلي لينا، غادي نجيب ملعقه كيف ما كتشوفوا معايا ملعقه حساء كبيره، وعندي هنايا حبه او نصف حبه ليمونه، غادي نعصر هنايا ملعقه تكون مملوءه كبيره من الحامض كيلعب لينا دور كمادة حافظة. فعلى جنب غادي نجيب واحد المقلاة صغيرة وغادي نشعل البوتاغاز بهذا الشكل ها هو. ودابا غادي نجي لكم من ديك المرحلة اللي سبق لي قلت لكم، ملعقتين من السكر غادي نحولوها الى كراميل. غتقولوا لي علاش، لانه هذا الكراميل هو كيعطينا كيزيد لينا اللون ديال الصلصه، كيكون واحد اللون خطير جدا بحال هذيك اللي كتباع على برا، يعني ما تفرقوش والله ما تفرقوا بينه وبين هذيك ديال الزنقه اللي مشريه. كيعطينا كذلك ديك اللسعه اللي كتكون في الصلصه ديالنا. كيما كتشوف معايا الكراميل ديالي بدون تحريك صافي تحول لي هذا الكراميل. دابا غادي نوري لكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نعمل نضيفو هنايا
حذاري لانه يقدر يطير معكم يطير معكم، فكنضيفوه بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. شفتوا اللون كيفاش ولا اللون ولا اغمق، وكذلك المذاق غادي يولي مذاق فيه ديك المذاق ديال اللسعه كيف ما سبق. بالنسبه لي انا عندي هاد قنينات زجاجيه كيف ما كانت، عندي منهم واحد جوج ثلاثه. شنو غادي نعمل؟ غسلتهم جيدا كيف ما كتشوفوا فيهم الماء، غادي نعملهم في واحد الصينيه ديال الفرن. الفرن غنشعلو، نكون شعلته مسبقا على 250 درجه. غادي نطفي عليه وغادي نعمل هكذا، غادي نقلبهم هكذا فوق الصينيه وغنخليهم لربع ساعه في الفرن يكون ساخن جدا ولكن مطفي، باش كيتعقموا لنا وباش الصلصه ديالنا ما كتخسرش معنا وكتتعطل لنا لمده طويله وما كتحمرش. فهذه هي طريقه التعقيم ديال القنينات الزجاجيه. كتشوفوا معايا عندي ديك الملعقه ديال النشا، زدت عليها القليل جدا من الماء غير باش نفسخها. كما كتشوفوا من بعد ما خلطت ديك النشا مع القليل فقط من الماء، يعني غير باش نطلقوا، فدائما مع التحريك المستمر. شوفوا الصلصه ديالي اللون ديالها كيفاش ولا لون احمر داكن، يعني صراحه والله الا اللون ديالها تحسن هذيك ديال الزنقه. فغادي نزيد ديك النشا، بسم الله. صافي ملي كنزيدو النشا كنبقاو مستمرين في التحريك دائما مع التحريك المستمر. فغادي تزيدوا ملعقه صغيره من بودره الثوم كتعطيها واحد المذاق، وكذلك هي كتلعب لنا دور معقم. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الصلصه اللي وجدت معكم. فصراحه هي باقي ما بردات مزيان، لكن غنوري لكم واخا هذاك غنوري لكم القوام ديالها. فكيف ما كتشوفوا كتجي بحال الصلصه الجاهزه، شوفوا معايا صراحه كتجي رائعه. وما بقى لي اختي الا نقول لكم عواشركم مبروكه، فرمضان قرب والى الفرصه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.